لو جنبك وجعك من غير سبب ودخلت على الانترنت عشان تعرف ايه هي اسباب وجع الجناب، لقيت ان في مرض موجود اسمه التهاب الكلى اللوزعي الحلزوني، والمرض ده اعراضه بتنطبق عليك بشكل كبير جدا. خدت بعضك ورحت للدكتور، الدكتور طلب منك تحليل بيكشف عن المرض ده. التحليل ده دقته 99%، والمفاجأة ان التحليل ده نتيجته طلعت موجبة. الدكتور قال لك انت كده مصاب بالتهاب الكلى اللوزعي الحلزوني، والمرض ده للأسف مرض نادر ومش هتقدر انك تعيش اكتر من شهر. نزلت مكتئب من عند الدكتور وقررت تخطط ازاي تعيش الشهر اللي بقيلك في حياتك ده وانت مبسوط. وانت في الطريق قابلت دكتور، لكنه كان دكتور في علم الاحصاء. قال لك مالك؟ حكيت له اللي حصل. قال لك لا حبيبي، انت غلطان والدكتور بتاعك كمان غلطان، وانتوا الاثنين وقعتوا في مغالطة مشهورة اسمها البيز ريت فالسي، او مغالطة معدل الاساس، واحتمال كبير جدا انك تكون مش مصاب بالمرض. سألته ازاي ده؟ قال لك هتعرف بس بعد الفاصل. السلام عليكم. التحليل اللي انت عملته كانت دقته 99%، وبناء على الدقة الرهيبة دي انت والطبيب بتاعك كنتوا معتقدين انك لا محالة مصاب بالمرض، لكن في الحقيقة انتوا الاثنين كنتوا غلطانين، والارقام دي توهتكوا ولففتكوا حوالين نفسكوا وما كنتوش عارفين ايه هو مدلول الارقام دي. دقة 99% دي بتعني ان انا لو انا عندي 100 حالة، التحليل هيقدر يطلع 99 نتيجة منهم صح، وهيطلع نتيجة واحدة غلط. يعني اذا كانت 99% دي هي نسبة الصواب، فانا عندي 1% هو نسبة الخطأ. انت والدكتور بتاعك ركزته مع 99% عشان نسبة كبيرة، وتجاهلته تماما 1% عشان نسبة صغيرة، وما بصتوش لمعدل الاساس او نسبة الاصابة بالمرض عموما، وهو ده اللي وقعكوا في الغلط. لو افترضنا ان مرض التهاب الكلى اللوزعي الحلزوني ده مرض نادر، نسبة الاصابة بيه 1 من 1000، يعني من كل 1000 شخص، شخص واحد فقط هو اللي بيصاب بالمرض ده. وبالتالي لو احنا عندنا بلد عايش فيها 1000 نسمة ونسبة الاصابة 1 من 1000، فده معناه ان في واحد بس ما بينهم هو اللي مصاب بالتهاب الكلى اللوزعي الحلزوني. لكن التحليل زي ما نسبة صوابه 99%، فنسبة خطأه 1%، اللي هي بتساوي 10 من 1000. يعني من بين 1000 شخص دول في 10 نتيجتهم هتطلع غلط. يعني التحليل هيقول لي ان في 10 مصابين بالمرض لكن هم اساسا مش مصابين، دول سلام. وبالتالي عدد الحالات اللي التحليل هيطلع لي ان هم موجبين 11 حالة، انت حالة واحدة منهم فقط. يعني ممكن تطلع من الحالات اللي طالعة موجب وهي اساسا سليمة، وبكده يبقى احتمالية اصابتك الفعلية في الحالة دي هتساوي 1 اللي هو انت على 11 اللي هم عدد الحالات كلها اللي طلع لانها مصابة بالمرض. يعني احتمالية اصابتك هتساوي 9 من 100، او 9%، مش 99% زي ما انت والدكتور كنت متخيلين. واذا كانت احتمالية اصابتك بالمرض هي 9%، فاحتمالية عدم اصابتك بالمرض هي 91%، وبالتالي الاحتمالية الاكبر انك تكون سليم ومش مصاب بالمرض. واللي حصل ده حصل لانك انت والدكتور تجاهلتوا معدل الاساس بشكل كامل، او نسبة الاصابة بالمرض الاساسية، وجريته ورا نتيجة التحليل، او بمعنى تاني بلغة الاحصاء تجاهلتوا الفرضية وجريته ورا دليل الفرضية. بصيت لدكتور الاحصاء وقلت له انت هتهرج؟ طب ازاي دلوقتي انا اعرف انا مصاب فعلا ولا لا بالمرض ده؟ قالك قدامك حل من اتنين، يا اما تعمل تحليل جديد، يا اما تعمل نفس التحليل لكن في مكان تاني. قلت له اشمعنى بقى حماده؟ ما هو نفس التحليل، ايه اللي اتغير؟ قالك لا ده اتغير واتغير. احتماليه الاصابه بالمرض قبل ما تعمل التحليل اول مره كانت 1 من 1000، لكن بعد ما عملت التحليل بقت 9%، يعني معدل الاساس نفسه اتغير. وبالتالي لو عملت التحليل تاني وطلعت موجب النتيجة هتختلف، انت مسلم له بيعها. لو معانا 1000 شخص التحليل مطلعهم مصابين، نسبة الاصابة فيهم هي 9%، ما عادتش 1 من 1000 زي المرة اللي فاتت. يعني 1000 دول فيهم 90 حالة هم اللي فعلا مصابين بالمرض،
لو الألف حالة دول عملوا التحليل ده تاني فبرضو نسبة الخطأ في التحليل هي 1% ما تغيرتش، يعني هيطلع منهم 10 حالات مصابين، وبالتالي عدد الحالات الكلية اللي التحليل هيطلعهم مصابين هيبقوا 100 حالة، منهم 90 حالة هم اللي فعلا مصابين بالمرض. وبكده يبقى احتمالية الإصابة بالمرض لو عملت التحليل تاني وطلع موجب هتساوي 90/100، يعني 90% مش 9% زي أول مرة. وفي الحالة دي نقدر نقول فعلا إنك مصاب بالمرض، لأن احتمالية إصابتك بالمرض بقت 90% واحتمالية عدم إصابتك بقت 10% فقط، يعني احتمالية إصابتك بقت أكبر بكتير من عدم إصابتك. الموضوع بيشبه لحد كبير لو جبت محمد صلاح مثلا وحطيت له الكرة في آخر الملعب وقلت له يا أبو صلاح 99% من النشاط الكرة دي وجابوها جون من مكانها ده بقوا هدافين الدوري الانجليزي. محمد صلاح فرح جدا وراح شاط الكرة جابها جون، قال لك يبقى انا كده بنسبه 99% هبقى هداف الدوري الانجليزي. قلت له افتح ايدك يا ابو صلاح، انت كده وقعت برضه في مغالطه معدل الاساس، انت تجاهلت ان في 1% من اللي شاطوا الكره من المكان ده جابوها جون وما بقوش هدافين الدوري الانجليزي، وتجاهلت احتماليه انك تكون هداف الدوري الانجليزي اصلا بغض النظر عن انك شطت الكره من هنا او ما شطتهاش. ابو صلاح قال لك انت كلامك منطقي، وقف يفكر في الموضوع، قال لك احنا عندنا 20 فرقه في الدوري الانجليزي، كل فرقة مسجلة في القائمة 25 لاعب، وبالتالي احنا عندنا 500 لاعب في الدوري الانجليزي، وبالتالي الهداف ده 1 من 500، يعني احتمالية ان اكون هداف الدوري 1/500، يعني 2 من 1000. وبالتالي لو جبت ال 500 لاعب بتوع الدوري الانجليزي وعملوا الاختبار ده، واحد فيهم بس اللي هيطلع فعلا هداف، لكن انا عندي في الاختبار 1% نسبة خطأ، يعني انا عندي 1% من اللعيبة هيشوطوا الكورة وهيجيبوها جول لكنهم مش هينفع يكونوا الهدافين. يعني الاختبار هيطلع لي ان فيه 5 لعيبة هيطلعوا هدافين للدوري لكن هم في الحقيقة مش هيبقوا هدافين، وبالتالي كده كل الهدافين اللي هيطلعهم الاختبار هيبقى عددهم 6، احتمالية انه يكون محمد صلاح باعتبار انه هو جاب التصويبة دي جون هيبقى 1/6، وبالتالي احتمالية ان ابو صلاح يبقى هداف الدوري الانجليزي هتساوي 16%. يعني ابو صلاح لو شطت الكرة دي فعلا وجبتها جون احتمالية انك تكون الهداف مش هتتخطى 16%، واحتمالية انك ما تطلعش الهداف هتبقى 84%، يعني بنسبة كبيرة مش هتبقى هداف الدوري. ابو صلاح مش هيعجبه الكلام وهيقول لك طيب لو جبتها لك كمان مرة جون، قول له لا الوضع كده هيختلف لان معدل الاساس نفسه هيختلف، احتمالية انك تبقى الهداف قبل ما تعمل الاختبار ده اصلا كان 2 من 1000، بعد ما عملته زادت ل 16%، لو جبت الكرة جون تاني هتلاقي ان احتمالية انك تبقى الهداف هتوصل ل 94%، جبتها كمان مرة هتلاقي ان الاحتمالية زادت ل 98%، في كل مرة بتجيب الكرة فيها جون هتلاقي ان معدل الاساس بتاعك بيختلف واحتمالية انك تبقى الهداف بتزيد. المغالطة دي عشان محدش يقع فيها اتعمل لها معادلة بتقدر انها تحلها، مش هندخل في تفاصيل المعادلة دي، لكن اهم جزء فيها انها دايما بتاخد في اعتبارها معدل الاساس. المعادلة دي اتعملت في القرن 17 على ايد عالم اسمه توماس بيز لما كتب مقال بعنوان An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chance، او مقال حول مشكلة في مذهب الصدفة. الغريب ان الراجل مات وما نشرش المقال، وبعد كده جه زميله العالم ريتشارد برايس ونشر المقال بعد وفاته وعمل ضجة كبيرة جدا في علم الاحصاء. المهم بدون الدخول في تفاصيل اكاديمية، الدرس المستفاد هنا لو جيت قريت اعراض مرض على النت وحسيت ان الاعراض دي كلها موجودة عندك ما تقلقش، لان بالاعراض وحدها بدون معدل الاساس وارد جدا احتمالية عدم اصابتك بالمرض تكون اكبر بكتير من اصابتك بيه. تاني درس مستفاد انك لازم تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناة، تفعل اشارة الجرس وتستنى الحلقة الجديدة، وإلا مش هتقع في مغالطة معدل الاساس، ده انت هتبقى وقعت في الغلط نفسه يا وحش. سلام.